أول مدرعة تتحول لجسر عائم في ثوان. تركيا تنجح في تطوير منظومة تتفوق على نظيرتها الألمانية. في الآونة الأخيرة كشفت وزارة الدفاع التركية عن إجراء القوات المسلحة تدريبات لعبور المياه الساكنة باستخدام المركبة الجسرية البرمائية سامور التي أنتجتها شركة FNSS التركية. تم تطوير مدرعة سامور البرمائية لتلبية الاحتياجات العملياتية والتكتيكية للقوات المسلحة التركية، وهي قادرة على التحول إلى جسر عائم خلال لحظات لاستخدامه في نقل جميع المعدات العسكرية وخاصة دبابة القتال الرئيسية إلى الجهة المقابلة في عمليات عبور المياه. وجرى تصميم سامور بهيكل مماثل وأنظمة فرعية مشتركة مع المدرعات التكتيكية ثمانية العجلات من طراز بارس الفهد، كما يمكن أيضا استخدامها في حالات الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات. وتعد المدرعة سامور من أوائل المشاريع التركية التي تم إنتاجها بإمكانات وقدرات محلية خالصة، وتم اختيار مستلزمات صنع المدرعة البرمائية بحيث تكون خفيفة وسهلة الحركة في المياه وقادرة على تحمل الظروف الصعبة في البر. وتمتاز سامور بأنظمتها الاحتياطية وقدرتها على الأداء في ظروف التربة الرخوة وقدرتها على الحركة في المناطق الوعرة والقدرات البرمائية. تمتلك مركبة سامور مضختين نفثتين لضخ المياه تعطيها قدرة عالية على الحركة والمناورة في التيارات المائية السريعة بزاوية 360 درجة، مثل القيام بالدوران حول محورها والتحركات الجانبية، ويجري سحب محاور المركبة إلى داخلها أثناء العمليات على سطح الماء لتقليل مقاومة المياه.